بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء وفي هذا الدرس المبارك في ختام هذا الشهر، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي كان معنا حفظه الله على مدى شهر كامل في شرح هذه الأحاديث المباركة. وقد خصصنا هذه الحلقة لنهاية الشهر. مرحبا بكم يا شيخ صالح الفوزان، حياكم الله وبارك فيكم. لعلكم فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقات التي سجلناها معكم وفي ختام هذا الشهر تحدثون الإخوة والأخوات عن العمل الصالح بعد رمضان وعن ختام الشهر، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يختم شهر رمضان بالتوبة والاستغفار وتعظيم الرجاء بالله عز وجل، لأنه يضاعف الأجور لعباده، فيختم بخير ختام، ويتبع كما شرع الله جل وعلا، يتبع بزكاة الفطر، ويتبع بصلاة العيد، ويتبع بالأعمال الصالحة، بخلاف الذين ينتهزون عند نهاية رمضان انطلاق في لهوهم ولعبهم، فإن شهر رمضان شهر عبادة، والعبادة تتبع بالطاعات والشكر لله عز وجل. يتبع شهر رمضان بصيام 6 أيام من شوال، أما الفرح يوم العيد، الفرح المنضبط، فهو من العبادة. الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. المسلم يفرح لا لأنه انطلق إلى شهواته بعد الصوم، وإنما يفرح لأن الله مكنه من صيام هذا الشهر، فيفرح بذلك بنعمة الله عز وجل، يوسع على نفسه بالسرور وبالأكل مما أباح الله سبحانه. ولهذا يشرع فعل طعام العيد وإظهار الإفطار، كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات عند الخروج، إظهارا للإفطار وشكرا لله عز وجل في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مواصلة العمل الصالح بعد رمضان، ذكرتم هذا حفظكم الله، وصيام 6 من شوال، هل تكون متتابعة أم متفرقة؟ والذي عليه أيام من رمضان لم يصمها بماذا يبدأ؟ يستحب صيام 6 من شوال، للحديث الوارد في ذلك: من صام رمضان اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. شهر رمضان عن 10 أشهر، وستة الأيام عن 2 شهر، بذلك كأنه صام السنة كلها 12 شهرا. يستحب صيام أيام 6، وصيام 6 موسع، شاء صامها في أول شوال، وإن شاء صامها في وسطه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، لأن الحديث عام اتبعه 6 من شوال، فهو عام وموسع في كيفية صيامها. والقضاء عنده سعة أيضا، أنه يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم 6 من شوال، ليس فيه مضايقة. نعم، كثير من الإخوة والأخوات يتطلعون فضيلة الشيخ إلى معرفة بعض الأحكام عن زكاة الفطر، موعدها ومقدارها ومتى تجب.
زكاة الفطر واجبة على من عنده زيادة عن قوته وقوت عياله، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث كما في الحديث. ووقتها يبدأ من ثبوت الهلال ليلة الفطر إلى الخروج لصلاة العيد، هذا أفضل شيء لإخراج صدقة الفطر، وإن قدمها على العيد بيوم أو يومين جاز ذلك. وأما إذا أخرها عن صلاة العيد فإنها تكون صدقة من الصدقات، يعني ينقص أجرها. وإذا فات يوم العيد ولم يخرجها يجب عليه إخراجها قضاء، يقضيها قضاء لأنها واجبة، ومقدارها صاع من الطعام، أي 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي مقدارها صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، سواء من البر أو من الأرز أو من الشعير أو من الذرة أو من التمر، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، كما نوعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يرجع إلى ما يؤكل في البلد ويقتات. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة لإخراج زكاة الفطر عن الحمل وخدم المنازل وغيرهم فضيلة الشيخ، أما الحمل فيستحب إخراجها عنه ولا تجب، وأما خدم المنازل إذا كان يقيتهم في شهر رمضان، ينفق عليهم في شهر رمضان، فصدقة الفطر تبع للنفقة، يخرج عنهم صدقة الفطر. وإن كان لا يقيتهم في شهر رمضان وأراد أن يتبرع لهم بإخراج الصدقة عنهم فهذا شيء طيب، لأنها تدخلها النيابة. نعم شيخ، لمن تعطى زكاة الفطر؟ بعض الناس يأخذ توكيل من الناس ويجمعها في بيته، وقد يسافر لمكة أو هنا أو هناك. المسلم لا يقول للناس أعطونا صدقاتك موزعة أو زكاتك موزعة، ما يقول لهم كذا، إنما هم إذا حملوه إياها وطلبوا منه أن ينوب عنهم في توزيعها فإنه يستحب له أن يقبل ذلك، بشرط أن يوصلها إلى مستحقيها في موعدها ولا يؤخرها. نعم الحقيقة سعدنا جميعا مع إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في إذاعة القرآن الكريم بمتابعة هذه الدروس القيمة والمباركة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وقد الحقيقة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الشروح القيمة المبنية على الكتاب والسنة. وفق الله الشيخ ورفع ذكره في الدارين، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أيها الإخوة والأخوات، ورافقني في هذه الدروس المباركة مسجلا لهذه الحلقات زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، أشكره شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.